نعم. من الولي وهو القرب والنصرة والمحبة. نعم. باختصار يا شيخ، نعم، هو محبة الله ومحبة رسوله ومحبة التابعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جميل. هؤلاء يجب علينا أن نواليهم وأن نحبهم. جميل. والبراء، البراء، نعم، هو التبري من الكافرين والمشركين ومن محبتهم ومما يكون على غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم. لكنني سأقف وقفة. جميل. أنت إذا تأملت آيات القرآن الكريم في البراء، نعم، تراها على غير ما هو موجود اليوم. نعم. ما هو موجود اليوم. نعم. القرآن واضح يا سيدي، واضح تمام الوضوح. نعم. فهل من مدكر؟ مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، كفروا، حط تحتها ألف خط، كفروا. نعم. لما جاءكم. نعم. من الحق. نعم. انتبه شي قال. نعم. قال كفروا. كفر. نعم. في آية مثلا الممتحنة. نعم. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. ما سيتعلق بكفر. صحيح. من عبدة أوثان. نعم. من عبدة أصنام. نعم. مما تعبدون من دون الله. نعم. آية أخرى مثلا. نعم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. بريء منين؟ من المشركين. من المشركين. نعم. نعم. فكل الآيات تتكلم عن البراء الأول، والذي قصد بالقرآن الكريم هو البراء من الكافرين، من المشركين، من عبدة الصليب والأصنام وعبدة الطاغوت. نعم. جميل. لكن أن نجعلها في المؤمنين الآن تحولت من البراءة من هؤلاء الذي نص عليهم القرآن وبينهم بعد القرآن تجده في البراء. نعم. من كافر، من وثني، من عابد غير ذي الله. نعم. استمع مثلا. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون من دون الله. نعم. أفس النسق. فماذا فعلنا في البراء اليوم؟ البراء منك ومني. نعم. في المنهج كيف انحرف البراء في المنهج. نعم. إيه كيف انحرف؟ نعم. لأن هذا البراء من الأشخاص. نعم. من أشخاص. نعم. لا يلهب الظهور بالصياط ولا يقطع الأرزاق. نعم. لا يلهب الظهور بالصياط. نعم. ولا يقطع الأرزاق. الأرزاق. نعم. بل يمكن للإنسان ربما في مكان ما أن يكون عاليا، لكن البراء الأول الذي نص عليه القرآن. نعم. هذا يمنع الأرزاق ويلهب الظهور بالصياط، وستواجهه مشاكل في علاقة. نعم. الدولة المسلمة بغيرها. نعم. يعني نحن دائما أقول. نعم. وليسامحني الحرس البلدي، سامحوني. نعم. فضل. لكن هذا مثال من بعضهم. نعم. صاحب المعدنوس يبيع في المعدنوس برويطة حشاك. ايه. ماشيين جايين عليه ويخالفوا فيه. نعم. واللي يبيع في الحديد والصلب ولا الأشياء الثمينة يسكتون عنه. قدرهم كان عليه واحد يبيع في معدنوس ولا مشكطي ولا حاجة. نعم. ناركوا يجرجروا فيه وهو واصل مخالفة وكذا. نعم. واللي عملهم كبير جدا يتركونهم. نعم. فهذه المسألة. نعم. إذن هي مسألة في من يحرر لنا هذه المشكلة. طبعا قد يقول قائل. نعم. حررت من قبل. نقول نعم، حررت من قبل. نعم. من علماء لا يرجون إلا الله واليوم الآخر. نعم. لكن تغيرت الأوضاع، هناك أمور استحدثت وخرجت للناس. نعم. فتحتاج إلى طيب من شيخنا. يضع لها الأحكام المناسبة لها في وضعنا هذا. نعم.